بد بد. اللي عنده الام ديالو ماتت مات تراها في الاخره عنده قل من 40 سنه يرفع يده. اروح تعال ورشد تعال تعال. هذه اعملها في المساجد كثير. من يختطز بهم زيدو الذي ماتت امه هو الذي يعرف حق الامهات والنوم ثم يماس الوني سنن حق الوالد واتسند يماش ما تعرف الحق ديال الام ديالك حتى تموت مسكينه. ها الان سمعت خطبه على بر الوالدين ليس كذلك؟ الان انتم من تاثرتم من الخطبه اكثر من الناس الاخرين لان الام ماتت اللهم ارحمها. فاسالك ان شاء الله حتى تبين كلام وتوجيه للشباب لان كثير من الشباب لا يعرفون حق امه. فبارك الله فيك. تصور معي اخي الحبيب الان انت تدخل عليها البيت وتراها ايش تعمل لها؟ اقبل يدها ودماغها. أمصرية إن شي ما مرعت الدا وطفغاس غادي الدا إن شد أتدخوج جيفينو أسدار عقي وش جيف أسدار عقي فس اللهم ارحمها. بارك الله فيك. الأخ الكاري اسمه سليم سويت مازيغ تعرف إيه سليم مازيغ مازيغ تسوى كيدين أتدفت غادي الدا الخو نهار الجمعة تسرد الخو تبخ الوالدين من ديس غادي ميد ما مش غادي تسجم هذا الشباب واسم هذه السيور سيم طول حاسه اني غاد جاي ماس حاسه واسم هذه السيور سيم طول باش تسلش كعاد غا كيماش وتسند يماش بيت تكوا ارخص غا تعرض شهر اني سالي مش الحاج للشباب قول لهم شيء اني اسمش الحاج واخا تهورهم اني اسمش اني اسمش اني اسمش هذه الوالدين اني اسمش تمني غير ما تصاوب اني اسمش زيد سيور سيور حاسه اني اسمش الحاج واخا سهوره مشت معلش تهلا ديك زيد سيور اخسر طابلة ديك جي والدين المؤمن عاش طويل شحال يا حمصي دار بالعالم شهر ورنا ايش كزكريا خو اتيت غايم مش عاد عاد ماش خص غير تسجمل الى سني الشباب الخوشك بشحال وحش ديما السجم زي زي جيف تيدار غزا مليقا إن شهد سول مغاش جيف أريضا شكعاد غاكي ماش دا غزا مساكين ما مش تنقل إجلس من دينا إجلس من دينا إن أور يما وها إما أمي تغيين يغرخو حفظكم الله يسمح لكني واحد سلام بالعالم عمر تسوى كذا الأخ عمر سريدي الخطبة عجبش الخطبة أنا خلوا لي دي خوش كاكي دي قطعك وحضرة الداث عادي يماش نيت الدان مش كتوكي كتب سوجي دي شبك يا ناس نشل حرج ادعي بالله الرحمة لك استدعي ادعي مالي من الرحمة وزاد الشباب تحس مليح عادي بارك الله جزاك الله خير ما يميو تقغمو غزاد الشباب ونومي ثمو ثماس الذي ماتت أمه الآن كيف يفكر والله شحال الشباب سقسي خثم قولي جمين دقيقة أحدهم كان عاصيا لأمه تغي عصي ماس الطاس تحس مليح يعصي ماس إما استموت ماتت الأم ماتت الأم فتاب إلى الله يتوب أخذ يعشما سنة يتحقات مزيدة ربدأ يترو كل يوم يبكي ربدأ يترو يقار قرآن يترو يتزجى يترو من ما يترو دائما يبكي فسألوه لماذا تبكي قال لهم أتمنى من الله أن يخرج لأمي من قبرها أقبل رأسها مرة واحدة أتعقل إن استمني غزي سيدة ربي العالمين هذي دي الصف غيما زكندر أسدار عغي وش تجي فيش وما أتعقل شكاك يماش فبارك الله فيكم الشباب تاسو خزيهم زنهارة والنواس تدو من فوسي يماس هذي بدا زنهارة والنواس تدو من فوسي في بس هذي بدا زنهارة نكون ما تدفت غاية الدات روح غاس تفقد زير خدمة روح غاية يماش دمزوة روح غاية الدات غاية يماش زاريت 5 مينوت 10 مينوت او يشرب العصير او يسلك كارت التليفون ما مش تجي دايما مليح زي سني روح فبارك الله فيكم انا بدا زنهاره